راح نطبب بالغسالة ونطلع مفضوح المن راح يطب ومن هو اللي راح ينغسل انطوني. عفو كم بيت اشترى يلا قولوا قولوا ومخلي كل ولده ورا يلا قولوا قولوا عفو كم بيت اشترى يلا قولوا قولوا ومخلي كل ولده ورا يلا قولوا قولوا بكيفه يلعب فيها يضبط بصافيها بكيفه يلعب فيها طق اليمنى وزيرة الهجرة خاف مو اني خاف غيري خاف انتو هذا مصوري وطابعي خاف مو اني اعطيني وزيرة الهجرة ايش دا تسوي لا سلسل منا منا هاي منا والله من منا انا اقول انا اقول من واحد منكم واحد جيب لي الوزيره وين شلتها اي اقف اعيدها هشبيش بابا شبيش قاعده انت وزيرة الهجرة بدال ما تشيلين النازحين وترجعينهم لبيوتهم بدال ما تروحين تقدمين دراسة ويوافق عليها رئيس الوزراء ويوافق عليها البرلمان وتروحون تنطوهم بيوت مؤقتة ها ويقعدون بيها مثل الأوادم رايحة تلعبين محابس بالخيمة على مود يقولون وزيرة كيوت اي وزيرة كيوت وزيرة الكيوت اي انت وزيرة كيوت عاشت ايدك ما شاء الله زين بس بدون علي زحمة سؤال هاي من هي البمبونية اللي وراك هاي شنو شنو شغلها ها انت دورين بنات كيوت يمشون وياك انت وزيرة كيوت تلعبين محابس شو اسمهم ذولا جماعة المحابس؟ ها قاسم عضلة؟ ها جاسم الأسود؟ بس وزيرة الهجرة ها أحلى من جاسم الأسود أحلى لو مو أحلى لا دباعوها دباع طي الفيديو خلي شوفوا شلون حلوة باع وزيرة الهجرة أحلى باع طبعا القميص مالتها كان الدشداشة مال جاسم الأسود زين ليش نفس القميص قد عريض ها يلا لك عمي والله يضحكون علينا والله العظيم بالقران يضحكون علينا والله العظيم من يخلون الى شياطينهم يقولون يلا يا قشمرنا شعب يقشمر بسرعه اي احنا شعب يقشمر بسرعه لو ما يقشمر بسرعه كان ما باقوا فلوس البلد من 2003 ولحد الآن اللي يعيش نص دول العالم الفلوس اللي باقت من العراق تعيش نص دول العالم